أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث لا زال في المحور الذي بدأناه، وهي بعنوان قواعد الجهاد الأكبر. هذا البحث ليس بحثا ترفيا كما قلنا، أحدنا إن فاز في هذه المعركة في هذا الجهاد يعيش أبد الآبدين متنعما بغنائم هذه المعركة. معارك الدنيا أي غنيمة فيها سلاح مال أرض إلى آخره، ولكن الفوز في معركة الجهاد الأكبر فيها السعادة الأبدية. وكم إخواني التأمل في هذه النقطة، دقيقة واحدة في جوف الليل في خلوة أمام الكعبة في الروضة، دقيقة واحدة من التفكر في هذه النقطة يقلب كيانك رأسا على عقب. ولهذا التفكير أعطي الأجر العظيم، وهو أن أحدنا سيعيش الفقر المدقع، الفقر المطلق بعد الموت، لا في القبر، لا في عرصات القيامة، لا في الجنة. أبديته مترتبة على هذه السنوات المحدودة، وخاصة الحديث مع من بلغ 40 فما فوق عليه أن يفكر جيدا قبل أن ينقل قهرا إلى ذلك العالم. كما يقال يموت موتا اختياريا، موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوها قبل أن توزنوا. إذن هذه القواعد في هذا السياق البحث له أهمية. لو طرحنا هذه القواعد طوال العام لكان الأمر في محله. ذكرنا بعض القواعد، اليوم نكمل. من القواعد قواعد الحرب مع النفس ومع الشياطين امتلاك الهمة والصبر. الإنسان الكسول، الإنسان القنوع، والغريب أن البعض للدنيا لا يقنع، ينتقل من قارة إلى قارة، من جامعة إلى جامعة ليحسن وضعه الوظيفي. بعض الدراهم يضاف إلى حسابه وهو مستغن عنها. نحن لا نمنع الطموح العلمي، لا بأس، ولكن كن منصفا، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. العبارة ملفتة، يعني محور الاهتمام حياتك الأخروية، في الأثناء لا تنسى نصيبك. أنت تذهب للحج تقول في الطريق لا تنسى الوقوف في المحطة الفلانية. كل شيئاً العاقل يستوطن المقاهي في الطريق إلى الحج والعمرة، أو يتزود ثم يعبر. الدنيا قنطرة، الدنيا شجرة، أحدنا يستظل تحتها ساعة ثم يرحل عنها، أمثلة الدنيا كثيرة. إذن الإنسان المؤمن له همة مضاعفة في هذا الطريق، ورب العالمين هكذا يدربنا. الإنسان كالطفل، الطفل إذا يهمل
يلطخ نفسه بالأوساخ والغبار وغيره. الأم ترعى طفله تزجره في بعض الحالات. لو ترك الإنسان وشأنه، أي إنسان يصوم شهرا كاملا؟ لو لم يشرع الحج لما ذهب أحد إلى الكعبة المشرفة، ولولا الصلاة المفروضة لما قام أحدنا للصلاة بين يدي الله عز وجل. إذن العبادات صوما حجا صلاة خمسا، كل ذلك لتحفيز الهمم، وعلى رأس المحفزات الصلاة بين يدي الله عز وجل. الحج في العمر مرة، الصوم في السنة شهر، ولكن الصلاة الخاشعة بحاجة إلى مجاهدة. اتفاقا من أصعب المجاهدات ضبط الخواطر. أحدكم يصوم في الصيف الحار من الصباح إلى المغرب، يتحمل إجمالا، يريد أن يصلي ركعتين خاشعتين، ولو بعد الإفطار بعد أن يأكل شيئا لا يمكنه. يذهب مشيا لزيارة المشاهد مئات الأميال، يصل إلى المشهد. بعض الناس يمشي أسبوعين في الطريق وأكثر، يصل للمقام، يقف عند الرأس الشريف، يصلي ركعتين، نفسه تذهب يمينا وشمالا. إذن الصلاة على رأس المجاهدات. من يريد أن يحفز همته كما في وصية أمير المؤمنين، نعم، للوالي لواليه على مصر محمد بن أبي بكر، أول الوصايا: أعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. إذن الهمة العالية. عدم التوغل في الدنيا. قد تسألني كيف نحفز الهمة؟ أتقن الواجبات في الصيف، في الشتاء القارس. سمعت البعض، نعم، يحل عليه الغسل الواجب، هناك حوض مائي متجلد، سمعت البعض يفتح فوهة في هذا الجليد بمقدار الاغتسال، يقتص في هذا الماء ويخرج. كيف بعض الناس في القطب الشمالي هكذا يعمل حفرة في الجليد؟ هذا العمل كم يجعلك متحفزا؟ الشاهد، إتقان العبادات وخاصة في الظروف القاسية. مؤمن يعتز بإيمانه، يأتي وقت الصلاة في الطائرة في مكان غير مناسب، في مكان غير مناسب، البعض يشير إليه بالبنان، يقول هذا كذا وكذا، وهو لا يبالي. إقامة الصلاة في مثل هكذا ظروف تقربك بإذن الله عز وجل. عدم التوغل في الدنيا، وهنا مصيبة المصائب. المؤمن، نعم، إذا بنى بيتا، إذا، نعم، خاط ثوبا، إذا سافر سفرة، يأخذ بالمتيقنات. لغو العيش، فضول العيش، الكماليات في المعيشة. قل من حرم زينة الله؟ لا نحرم شيئا، ولكن تدخل بيوت بعض المؤمنين ما صرفه من الزينة الزائدة في المنزل يكفي ذلك لشراء مكتبة عامرة فيها آلاف الكتب. نعم، التوغل في الدنيا. ولهذا بعض المؤمنين اتفاقا قبل فترة قصيرة أمضى شطرا من عمره في بناء منزل أو ترميم منزل. تفاجأنا، هذا المؤمن أعرفه بعينه، لم يسكن، خرج وسكن في مكان آخر،
يا فلان لما أعرفت عما بنيته؟ يقول قلبي منقبض في هذا المنزل لم يسكنه لعله أسبوعا واحدا وهرب منه. المنزل البيت إلى آخره إذا بني في غير طاعة الله عز وجل، رب العالمين يعرف كيف يربي عبده، لا أقول يؤدب، يربيه. أهل الدنيا رب العالمين لا شأن له بهم، اللهم لا تكلني إلى نفسي. المؤمن في طريق الكمال يخطأ خطأً يصاب بعدها بصداع بحادث سير، ولهذا أحد المؤمنين بمجرد أن تنزل عليه بلية قبل أن يحزن قبل أن يفكر في الحل يأخذ زاوية يقول يا رب ما الذي صنعته؟ علمني ألهمني. يبكي بكاء مريرا يقول يا رب لما أكلت من هذا في هذا المجال. على كل امتلاك الصبر والهمة والطريق إلى الله عز وجل ليس بأقل من زرع نخلة. أنتم تعرفون النخيل إذا أردت أن تقطف رطبا جنيا لابد أن تعتني بهذه النخلة سنوات. البعض ينفق الأموال لكي يقتني نخلة مثمرة، والمضحك في بعض البلدان بعض أهل الدنيا يصرف الملايين ليمتلك ناقة مثلا سريعة في مشيها، تريد أن تقتني نخلة ناقة مزرعة إلى آخره. وأما عشاق الهوى فالحديث مفصل، شاب نعم يقاتل في سبيل الوصول إلى فتاة 10 سنوات 5 سنوات ولكن في الطريق إلى الله عز وجل يريد في ليلة ليلتين. إذن هذه قاعدة من القواعد، نذكر قاعدة قاعدتين وننهي الحديث. عدم الإحساس بالتميز والعجب. اتفاقا هناك خصلة جيدة عند العاصين، تقول العاصي له خصلة جيدة؟ نعم طبعا بعضهم. أنا رأيت بعض العاصين عندما تتكلم عن التوبة عن الأوبة تجري دموعه خجلا وجلا يطأطئ رأسه، يقول أنا العاصي حقيقة يعيش الحقارة الباطنية، وتعلم أن هذه الحقارة الباطنية رأس مال التوبة. رب العالمين الآن هذا حديث أو حكمة، المهم أنين المذنبين أحب إليه من تسبيح المسبحين. إنسان يقوم الليل يصبح الصباح يرى نفسه وليا من أولياء الله، وإنسان يصبح الصباح وهو قد عصى ربه ولكن يبكي بكاء النادمين، هذا مقدم على الأول. هذه آفة العباد، آفة أهل المساجد، آفة أهل التميز. قد لا يقول بلسانه شيئا ولكن في قلبه يحتقر الغير، ينتقص الغير، يرى نفسه متميزا. علاج هذا ماذا؟ لسنا في مقام الشكوى فقط. علاجه أمران حقنتان بسيطتان تقيك العجب. أولا جهلك بعواقب الأمور. كم من الذين رأيناهم في الصف الأول بعد فترة تراه في دور الفساد والإفساد. أنا شخصيا رأيت أحدهم، لا أقول وصل إلى الكمال، وصل إلى مرتبة يعتد بها من الكمال، افتقدته فترة من الزمن، قلت يا فلان أين أنت؟ أنت صاحبنا قديما.
قال خير لك أن تراني أنا سيء جدا. أثار الفضول، نعم أكدت عليه لابد أن أراك. جاء أخيرا قلت ما الذي جرى عليك؟ قلت في قلبي يا صاحب التميز، يا صاحب السفرات الكبائية، يا صاحب البكاء. قال يا فلان ارتكبت بعض الأخطاء، بعد الأخطاء المعاصي. قد يرتكب الإنسان خطأ غير محرم، ولكن بعد فترة يقول المهم دخلت في عالم أريد أن أصلي، نفسي لا تطاوعني للصلاة بين يدي الله عز وجل، فضلا عن المسجد والجماعة. الأمور بخواتيمها، تخاطب الحر بأبي أنت وأمي، فديتك بأبي وأمي، ومن الحر؟ تعرفون من؟ قبل يوم عاشوراء في أي عالم كان، ويقال أن الذي جلس على صدر الحسين كان من أصحاب أمير المؤمنين يقاتل دونه. إذن الأمور بخواتيمها، هذا أولا. ثانيا الجرعة الثانية، العقار الثاني، الدواء الثاني. انظر إلى ماضيك، هب أنك اليوم ولي، أخذت الصك من العارش أنك تموت على التميز. الماضي لا ينقلب عما وقع عليه. يا ليت الشباب يعود يوما لا يرجع. هب أنك في الأربعين والخمسين صرت من كبار العباد، أيام البلوغ ماذا كنت تصنع؟ أنا أقول للمؤمنين هناك فترة رمادية مظلمة من حياة كل واحد منا. البعض يبلغ وهو لا يعلم، لا يعرف المسألة، أو يعرف أنه بلغ يقول أنا لازلت طفلا، يرتكب المخالفات في الخلوات سنتان ثلاث أربع إلى أن يصبح واعيا يلتزم. هذه الفترة وقعت، والإنسان بعد البلوغ شأنه شأن الهرم الشيخ الكبير. لا فرق في المحاسبة بين البنت في التاسعة والعجوز في التسعين، كلاهما في صفحة واحدة، في صف واحد. إذن العلاج هذا الإحساس بالتميز. مرة أخرى أكرر، المستقبل والماضي، فكر في الماضي وفكر في المستقبل، لا تنغر بما أنت فيه. قاعدة أخيرة كان في البال أكثر ولكن ضاق الوقت، قاعدة أخيرة من قواعد المجاهدة، الجهاد الأكبر، الاستعداد للبلاء. البعض يدخل دائرة الإيمان، يواظب على المساجد، يقيم الليل، وفي قلبه هكذا توهم أنه بالإيمان تستقيم أموره. هذا الكلام حق وباطل. حق مزية الإيمان اطمئنان القلب، هذا لا كلام فيه، لا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا وعد إلهي لا خلف فيه، ولكن لا ضمان أن لا تبتلى بجسمك، بذريتك، بجارك، بزميلك، بسلطان جائر، كل ذلك ممكن. المؤمن يتوقع أنواع البلاء، ولكن يقول بلسان الحال لا بأس في ختام الحديث هكذا نناجي ربنا، يعني يا رب خذ مني ما تشاء، خذ مني سلامة البدن وإن كانت عافيتك أحب إلي، يا رب خذ مني المال وإن كان المال بيد المؤمن مدعاة لزراعة مزرعة الآخرة. الغني المؤمن خير من الفقير، المؤمن الغني يبني مسجداً،
يتكفل يتيما. إذن المال للمؤمن خير من الفقر. ولكن يقول: يا رب ابتلني بسقم البدن، ابتلني بفقد المال، بل خذ مني أعزتي، أن أعظم أنواع البلاء فقد العزيز، فقد الولد، فقد الزوجة إلى آخره. ولكن يا رب أريد منك أمرا واحدا، لا تسلب حلاوة الإيمان من قلبي، يا رب لا تخرج حبك من قلبي، يا رب لا تبعدني منك. أحد المؤمنين أعرفه باسمه ذهب للحج، في لحظة من لحظات التفاعل الشديد قال كلمة، قال: يا رب خذ مني ما تشاء بقول مطلق وأعطني قربك. قالها ورب العالمين عمل بما قال، رجع إلى أرض الوطن، تفاجأ في غيبته، فقد ولده. هكذا في حريق كذا احترق ولده ومات، في قلبه كأنه قال: يا رب تمت الصفقة، أخذت مني، الآن أعطني قربك. فصار من كبار الأولياء رغم أنه ما درس في حوزة أو غيرها. هكذا كان كلامه يؤثر في النفوس القابلة. إذن الاستعداد للبلاء غير الختم على القلب، هذا أيضا من قواعد الطريق والمجاهدة بالجهاد الأكبر. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تختم على قلوبنا ولا على أسماعنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.